اهلا وسهلا بي محمد قاسي السعيد، مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور دوان. كيف عشت الاجواء تاع النكسه التي حدثت لمنتخب اقل من 17 سنه؟ الامور كانت موجعه شويه، يعني ما تقبلناهاش. كانت منتظره رضوان، منتظره لكن ماشي بهذا الجفله هكذا بالسقله. كانت منتظره، كنا عارفين باللي راح ناخذوا سقله كبيره. انتم تكلمتوا بالتفاصيل اليوم الخميس، ولكن لم الحياة تنادي. مساء الخير علي بن شيخ، اهلا وسهلا بك. اهلا عليكم. زلف اللون راح لك شويه زعفت عن هالخميس بعد النكسه والكارثه تاع المنتخب. كارثه تصرف ناسيونال. راح لك شويه زعف شويه ولا مازلت شويه؟ راح لي مازال شويه. نعم بالي يطيحوا قرارات باسكو كونت اون يشوف في توت لي كاتيجوري سي تري غراف واش صاير في بلادنا. لوجيكمون يبداو يطيحوا القرارات.